لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون. وصلاةً وسلاماً على من كانت معجزته القرآن، وكان إمامه القرآن، وكان خلقه القرآن، وكان ربيع صدره ونور قلبه وجلاء حزنه القرآن، محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، ما رتل شبل آيات ربه وأعاد، وشنف بالذكر قلوب وأفئدة العباد. حفلنا الكريم، جمعنا المبارك، بادئ ذي بدء، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة في الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصالة عن نفسي وتمثيلا عن إخوانكم العاملين في الجمعية كافة، أرحب باسما بالحاضرين كل باسمه وصفته، وأخص بالترحيب الأخ الأستاذ فؤاد الحميري وكيل وزارة الإعلام، الأستاذ عادل عبد العزيز مدير عام مديرية المظفر. أرحب بمشايخنا الأجلاء، الأستاذ عبد علي مدير إدارة المؤسسات والجمعيات الخيرية بمكتب الشؤون الاجتماعية. أرحب بكوكبة العلماء الحاضرين معنا في هذا المكان. أرحب بجميع الأساتذة وبممثلي المنظمات الأهلية في المحافظة. أرحب بالآباء والأمهات. أرحب بالحفاظ والحافظات. أهلاً بكم في هذا الحفل المبارك، حفلنا البشيج. كان القرآن الكريم هو الآية العظمى والمعجزة الباقية لحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير وسيلة للتغيير المنشود والسير بالأمة نحو السلام والأمن والاستقرار والوحدة والأخوة على موائده العظيمة. إنه أعظم كتاب وهاد إلى الصراط المستقيم، به تنعم الأمة ويتحقق في ظلاله الفلاح والصلاح. إن جمعية معاذ ورغم التحديات والأزمات التي حلت بالوطن عامة ومحافظة تعز على وجه الخصوص، ظلت رائدة في أداء رسالتها القرآنية وتعليم السنة النبوية المطهرة في أحلك الظروف وأقساها، معتصمة بالله متوكلة عليه، تعمل بعزم مع مشائخها وحفاظها كافة وكافة العاملين فيها، لم تثنهم الأحداث أو المعوقات. وظلت موائد القرآن الكريم عامرة وحلقات السنة المطهرة حتى هذه اللحظة، مجسدة شعارها الدائم أصالة النشأة وسمو الهدف. وعندما حل بوطننا ما ترونه وتشهدونه، لم تقف الجمعية متفرقة، بل بادرت في أحلك اللحظات ولبت نداءات الاستغاثة من أبناء شعبنا في ظل الحرب والحصار، لأداء رسالتها الإنسانية، مجسدة أسمى معاني القرآن ومقاصده. فبادرت لإغاثة المحتاجين والملهوفين، ومداواة الجرحى ورعاية أسر الشهداء، ودعم المستشفيات بالأدوية واسطوانات الأكسجين، ودعم السكان بالماء، وإعادة تأهيل الآبار، ودعم الأسر بالغذاء والاحتياجات الضرورية، مجسدة شعارها المرحلي الجديد أيضاً، جمعية معاذ، يد تبني وأخرى تغيث. فما أروع هذه الوقفة في هذه الظروف الصعبة، وما أسمى صناعة المعروف في حالة العسرة. فطوبى لكل من أنفق وبذل وأسهم. هنيئاً لأبنائي وبناتي هذه المكرمة وهذا الحفل المبارك في مسابقة قارئ معاذ. هنيئاً لكم أبنائي وبنات الحفاظ والحافظات، أهل الله وخاصته أهل القرآن. هنيئاً لآبائكم وأمهاتكم تاج الوقار. وهنيئاً للمعلمين والمعلمات هذا المنجز المبارك. وقبل الختام، لا يفوتني أن أترحم على كوكبة من العلماء مروا من هذا المكان وأسسوا هذا الصرح المبارك، جمعية معاذ العلمية، وقبلها هيئة دار القرآن الكريم. أترحم على روح الأستاذ عبد محمد المخلافي الذي أسس هذا الدار، كما لا ينساني كما لا يفوتني أن أترحم على روح الشيخ محمد حسين عبد الله والشيخ
عبد الله سنان الجلال والشيخ عبد الله سيف الحيدري، ومن كان منارة في هذا المكان الشيخ محمد حزام المغربي رحمة الله عليه، كوكبة من سلسلة مباركة وعقد فريد لا يزال نضده ماثلاً أمامنا بهؤلاء المشايخ العلماء الماثلين أمامنا اليوم. إنها سلسلة مباركة، منهم من قضى نحبه وها هم روادها إلى اليوم، مقبلين على الله غير مدبرين، ينافحون على الدين، يؤدين دورهم النضالي في خدمة السنة المطهرة ونشر العلم الشرعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بأعمارهم وأن يعينهم على نصرة دينهم وشريعتهم. فجزاهم الله عنا وعن حفاظنا وعن قوافل الحفاظ التي تتوالى في هذه الجمعية ما يزيد عن 3000 حافظ وحافظة، هم نتاج وثمار هؤلاء المشايخ العلماء، فجزاهم الله عنا خيراً، جزى الله سبحانه وتعالى عنهم خيراً. ومن ارتقى إلى الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في عليين في الفردوس الأعلى من الجنة. وأخيراً جزى الله الباذلين لأجل تعليم القرآن ونشره خير الجزاء وعظيم العطاء، هنيئاً لهم شفاعة القرآن وأهله، وطوبى لهم بشرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لا أستطيع أن أتحدث غير أني أشكر هؤلاء الكوكبة من الطلاب الذين أدوا دوراً في حفظ كتاب الله ذكوراً وإناثاً، أتمنى أن يرفع الله درجاتهم يوم القيامة وفي الدنيا أيضاً. أتمنى أن ينال آباؤهم، أن ينال الآباء التاج الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأتمنى لهم أن يكونوا صادقين في حفظ القرآن والالتزام به في الليل والنهار وتطبيقه في واقع حياتهم، وأن يكون القرآن هو الدليل لهم في طريقهم في هذه الحياة، وأن يكونوا أيضاً أذلاء يدلون الجماهير بالطريق الصحيحة من كتاب الله سبحانه وتعالى، فيجعلون القرآن أمامهم ويؤدوا دورهم في تعريف الناس ما للقرآن من حق وما لحامل القرآن من حق. فكيف أن الرسول يقول هم أهل الله؟ أي ميزة كهذه الميزة أن يصبح الطالب الذي حفظ القرآن من أهل الله وخاصة الله؟ معنى ذلك أنه سيرفع الله درجته لأنه صار من الأوائل والأقرباء لعظمة الله ورحمته. فكيف وقد كرمهم الرسول بهذا التكريم، كيف لا نكرمهم نحن؟ هؤلاء الطلاب أنا أطالبهم أن يبقوا على صلة بكتاب الله، لأن القرآن أسرع تفلتاً، فلا بد أن يبقى على صلة مع كتاب الله ليموت ويحيا وهو باق على حفظ كتاب الله، وأن يتأدب بآداب القرآن وأخلاق القرآن. ما جاء القرآن إلينا لكي نعلقه تمائم، وما جاء القرآن إلينا لكي نفسخ به السحر، وما جاء القرآن إلينا لأغراض دنيوية نستخدمها للتمائم أو لغيره. جاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليذكروا آياته وليدبر أولو الألباب. لابد من أن نتذكر وأن نتدبر. هذا شكري للطلاب، أما شكري للمدرسين فجزاهم الله خير، لقد أحسنوا وهم من خيرنا بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهم من خيرنا جزاهم الله خير على معروفهم وعلى إخلاصهم وعلى بذلهم للأوقات بتحفيظ القرآن. لو حفظ آية من كتاب الله سيرفعه الله درجات بها يوم القيامة، فكيف بإنسان حفظ كتاب الله؟
كيف بإنسان حفظ كتاب الله؟ أيها الأستاذ الكريم والشيخ الرحيم والأب الذي غذى أبناءنا بكتاب الله، السلام عليك. أدعو الله لك أن يثبتك وأن يوفقك، ذكراً كنت ذكراً أو أنثى، أن يثبتك على الطريق وأن يجعل لك رزق من عنده. أما من ناحية يعني العاملين في حقل معاذ، أشكرهم وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيراً، فأنا أقدر الإدارة التي أدت دوراً في تحفيظ كتاب الله، وأنا كنت ما أعلم أنهم ستقام مثل هذه الأشياء، لأننا نقول نحن في أيام حرجة ولا يمكن يجتمع الناس فيها، ولا يمكن أنهم قد فعلوا شيء، ولا أشعر إلا وقد معنا كوكبة من الحفاظ، وهذا خير كثير. بأيام الشدة كيف لو جاء أيام الرخاء سيكون أكثر من ذلك. فأنا أدعو الله للإدارة، إدارة معاذ بن جبل، أن يوفقها وأن يسددها وأن يثبتها وأن تكون عاملة جادة في متابعة حفظ القرآن. أي صباح أبهى من صباح يحتفى فيه بالقرآن وأهله. حقيقة كانت هناك أبيات أمازح بها مشايخنا في التلقين، حين كنا نتلقن القرآن الكريم على يد المشايخ ونجد الصعوبة في البداية، فكنت أمازحهم بأبيات لا بأس أن أمالحكم بها في قبل أن نلقي القصيدة. أردت أن أقرأ، أن أتلو آية الله دون هلهلة، مجوداً أحفظها معه. أردت أن أقرأ آية الله دون هلهلة، مجوداً أقرأها محفوظة مرتلة. فقلت يا أستاذ علمني، فلي فيها وله. قال تعوذ. قلت قال فهمز أولا. قلت أعو. قال اظهر العين وخلي العلعلة. قلت أعوذ. قال ما للذال تبدو ذابلة. أعوذ بالله من الشيطان. قال مشكلة، أين حقوق الطاء والطاء ألا ما أثقله. سكنت نونا شددت، شددت ميما مهملة، وصلت وقفا لازما، تركت في الوصل الصلة. أين مخارج الحروف المد؟ أين القلقلة؟ ما عدت أدري ما الذي أقرأه من البلة. فكل حرف خطأ وكل وصف معضلة. قد كنت أرجو مصحفا يجيزنيه هرولة، لكنني وبعد أن لاقيت هذه الزلزلة سأحمد الله إذا أجازني في البسملة. أما أبيات اليوم فأقول هب لي بنياناً لا يشرخ، هب لي منهاجاً لا يمسخ، هب لي إيماناً لا ينزع من قلبي لا بل يترسخ، هب لي ماءً يغسل وسخ الروح إذا ما العالم وسخ، هب لي قرآناً يحييني في دنياي وبعد البرزخ. كم نسخة قرآن فينا؟ كم نسخة قرآن فينا والغبرة فيها لم تنفخ؟ أسطرها السود معنكبة والطير عليها قد فرخ، تزداد مصاحفنا عددا
فلماذا الأمة تتفسخ؟ يا قرآن العز اعذرنا أو وبخنا في من وبخ، أبدلنا العالم بالمتعالم والشيخ بمن يتمشيخ، وغدا الإسلام لنا دهنا كم يدهن منه وكم يمرخ، ما بين القول وبين الفعل مسافة مليوني فرسخ. وأسفاه على إخوتنا، الله آه آه أخ، وأسفاه على إخوتنا، الله آه آه أخ، باسم القرآن ومنهجه باعوا الأوطان وخانوا الأخ، نزع الملا بشريتهم فمضوا ثيرانا للمسلخ. وأسفاه على إخوتنا، الله آه آه أخ، باسم القرآن ومنهجه باعوا الأوطان وخانوا الأخ، نزع الملا بشريتهم فمضوا ثيرانا للمسلخ، جهل فقر مرض بؤس خوف عنف وهلم إلخ، جهل فقر بؤس مرض خوف عنف وهلم إلخ، والباغي يستأسد لكن والباغي يستأسد لكن إن قاومه فتيتنا شخ. فهنيئا لكم أهل الوحي سبيلا بالمسك مضمخ، وجباها تزهو شامخة في وجه الشر ولا ترضخ، تحيي الدين تقيم الدنيا وتعي ما حيك وما يطبخ، قرآنا أنتم يتحركوا لا صحفا أخرى تستنسخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، وشرفتم هذا المكان بحضوركم، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يستمر عطاءكم لهذه المدينة الصامدة في وجه ذلك المشروع الصفوي الجارودي الذي أراد أن يغير من عقيدتنا، وأراد أن يغير أيضا من قيمنا وأخلاقنا. فنسأل من الله سبحانه وتعالى لهم طول العمر ومواصلة المشوار ومع معلمينا. وفي بداية الأمر أيضا أرحب بالحاضرين جميعا كل باسمه وبصفته، واعذروني أيضا عن ذلك لأني لم أحفظ أي من هو موجود، شغلنا بالحرب ما يقارب من 5 أشهر في جبهة الدحي ثم عام في الأمن، ونحن الآن أيضا من قبل الجبهة مكلفين أيضا والمجلس العسكري والجانب العسكري أيضا في إدارة هذه المديرية التي كانت هي المديرية الأولى في التحرير. فحقيقة يسعدني اليوم أن أكون مع كوكبة العلماء الأجلاء ومع حفاظ القرآن الكريم، مع جمعية معاد التي عودتنا دوما مثل هذه الإنجازات في مجال تعليم القرآن والسنة النبوية الشريفة وتخريجها للحفاظ والحافظات، وأيضا دورها البارز الكبير في الإغاثة ووقوفها مع أبناء شعبها في هذه الظروف.
يسعدني أن أكرم أبنائي وبناتي حفاظ القرآن الكريم، ويسعدني هذا التكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أهني أبنائي وبناتي نجاحهم في هذه المسابقة القرآنية، مسابقة قارئ معاذ. أهني الفائزين والفائزات، وتكريم الله لكم أعظم، فلكم منا في السلطة المحلية كل التقدير والاحترام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما في الفرع الخامس فرع المجازين برواية حفص العاصم، فقد حصل على المركز الأول المتسابقة أسماء عبد الملك أحمد غلام، وحصل على المركز الثاني المتسابق عرفات محمد محمد المحيى، وحصل على المركز الثالث المتسابق جوهر أحمد حسن خالد. أما في بداية المجازين رواية شعبة عن عاصم، فقد حصل على المركز الأول فيها المتسابق عمر عبد الوهاب درهم محمد. وحصل على المركز